السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، عساكم طيبين يا رب العالمين. طمنوني عليكم وعلى صحتكم، إن شاء الله يا رب دوم بصحة وعافية وخير وبركة. طبعا اليوم راح يكون عنوان هذا الفيديو بحسب اختيارك، طبعا لون الحجر أو بحسب اختيارك لحسب الحرف الأول من اسمك، تمام؟ قراءة فنجان كاملة شاملة تفصيلية للقادم في حياتك إن شاء الله. طاقة مفتوحة من يوم ما تسمع هذا الفيديو، يعني سمعت الفيديو 2050 2100، فهذه طاقة مفتوحة دائما وأبدا إن شاء الله تتحقق متى شاهدت هذا الفيديو، بداية من مشاهدتك لهذا الفيديو يعني، تمام؟ طبعا يا بنات لا تنسون إذا أول مرة تشتركوا في القناة إنكم تفعلوا زر الجرس عشان دائما وأبدا يوصلكم كل جديد. وخلينا نبدأ طبعا القراءة رقم 1 قراءة الحجر البنفسجي، والقراءة رقم 2 قراءة الحجر الرخامي. يمكنكم الاختيار بحسب أي طاقة أنتم انجلبتم لها، أو بحسب الحروف في صندوق الوصف موجودة، أو في أول تعليق. رح نبدأ بالقراءة رقم 1، تمام؟ أهلا وسهلا ومرحبا بأصحاب الحجر البنفسجي. طبعا إذا أول مرة تلتحق بالقناة لا تنسى أنك تشترك فيها عشان دائما تكون موجود، تمام؟ بسم الله الفاتح. رح نبدأ بالقراءة رقم 1 ونشوف حالك وأحوالك وكل اللي في بالك إن شاء الله. أنت شخص روحاني جدا، عندك روحانيات يعني إيش بقول لك، روحانيات عالية جدا، أبو أقول طالعة، روحانيات عالية جدا. عندك حاسة سادسة، يعني أنت تشعر بالشيء قبل وقوعه، تمام؟ صاحب هذا القراءة يشم رائحة الخيانة، إذا في شخص يخونه، إذا في شخص يلعب على مخه، إذا في شخص يمكن أنه يعني عندك كرامة من عند رب العالمين، حاول أنك تفعلها، تمام؟ هذا أول ما فتحت الفنجان بان لي هذا الشيء، يعني أنت إنسان عندك روحانيات عالية، حاول أنك تفعلها. وخاصة الناس اللي قد سوت علاجات سواء عندي أو عند غيري، ارتفعت روحانياتك، صرت تبصر على بعض الأشياء، صرت تحلم ببعض الأمور، صارت عندك يعني تعرف الإنسان نواياه تجاهك، هل يخونك هل ما يخونك، أو إنك عندك مرشدك الروحي سواء أنا سواء غيري، عندك مرشد روحي هو اللي بيسير أمورك ويقول لك سوي كذا وسوي كذا وسوي كذا. أنت شخص الآن بديت توعى على بعض الأمور في حياتك، فنجانك قوي جدا، عندك قوة جبارة بالنسبة لأصحاب هذا الفنجان، يعني بصيرتك صرت تشوف عمق ومعادن الأشخاص عن بعد وعن قرب، أوكي؟ يا إما عندك مرشد روحي أو قارئ تارو، أو أنت أوريدي قارئ تارو ومرشد روحي، تمام؟ مسوي تصفيات كثيرة، صاحب هذه القراءة مسوي تصفيات كثيرة كثيرة، يعني في, في, في الأصحاب، في الأحباب، في الكلاب، مسوي تصفيات في الناس اللي حوالينك. تبغى تفتح على علاقات كثيرة اجتماعية أخرى، تبغى تجدد علاقاتك وتحسن مستوى علاقاتك. أنت قادم على الكثير من التغييرات على المستوى الاجتماعي، راح تدخل في علاقات مثمرة وتزيدك، علاقات بيزنس، علاقات صداقات قوية، علاقات أعمال جيدة. أنت داخل على استثمار يا صاحب هذه القراءة، تمام؟ استثمار ما أدري، عقارات، سيارات، أسهم، تداول ذهب، والله أعلم. مقبل على شيء يمكن أن يفتح لك أبواب الرزق الكثيرة والوفيرة. عندك غنى، والغنى قادم لك في 2024 إن شاء الله. راح تغير دائرة علاقاتك قريب جدا، أو يمكن أنت أوريدي قاعد تغيرها، قاعد تطلع من العنق الزجاجة، صاحب هذه القراءة قاعد يطلع من عنق الزجاجة، قاعد يحب نفسه. يمكن أنك متحسر ومتحسف على علاقات سويتها في السابق مع ناس يمكن أنها ذلتك، أهانتك، استنقصت من قيمتك. أنت اليوم تريد أن تكون إنسان آخر، تريد أن تكون إنسان آخر، يعني قاعد أشوف أنك أنت تريد تكون
إنسان غير عن الإنسان اللي كان قبل. يمكن شخص مكسور، شخص مهان، شخص تعبان. سويت جلسات استشفائية، جلسات فك تعلق، حاولت إنك تطلع وإن شاء الله طالع والفرج جايك من بعد رب العالمين. في ناس كثيرة تلبس ماسك في حياتك، شوف هذا الرجل لابس قناع، يعني أنت محاط بأقنعة كبيرة، محاط بناس ما تحب لك الخير، محاط بناس كثيرة يعني أشرار، يمكن خذوا منك حاجات ثمينة في حياتك، خذوا فلوسك، خذوا مالك، الله أعلم. لكن اللي قاعد أشوفه إنك طالع، والله العظيم بتغير مكان سكنك، مكان إقامتك، مكان بلدك، مكان عملك، مكان سكنك. أنت جاي بتغييرات قوية جدا بتفيدك وتفيد حياتك ومستقبلك المادي خاصة. كلكم هنا تفكيركم في المادة والشهرة والعمل والاستثمارات، تمام؟ طيب أصحاب هذه القراءة، أشوف عندكم سفرة قريبة جدا، سفرة قريبة جدا 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 موجودة، تمام، متتالية بالكثير من الأسفار، متتالية بالكثير من السفرات إن شاء الله. أوكي، من خلال يمكن هذه السفرة راح تغير علاقات وراح تنشأ علاقات جديدة، بتدخل لي مع رجال أعمال، نساء أعمال، حياة مستدامة بالخير والسعادة والفرحة والمال. تركيزكم على المال بشكل كبير جدا هنا الصراحة، يعني تركيزكم على الغنى والوفرة. استقبلوا لي طاقة الوفرة والخير والسعادة، الله يبارك فيكم إن شاء الله، والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون إن شاء الله بالخير والرزق الوفير والكثير. بعد صراع مع النفس، صراع مع الذات، قاعد أشوف أنك أنت الآن بتوصل لهدفك، أو أنت حاطط هدف معين تبي توصل له، توصل له. يمكن في ناس قالوا لا ما رح توصل، في ناس فشلوك، في ناس يمكن زي ما قلت لك قللوا من قيمتك، أو يمكن استنقصوا من ذاتك. فقاعد أشوف أنك تبحث عن نفسك، والآن يمكن أنك يعني حاط هدف في مخك ورح توصل له إن شاء الله، تمام. هذا بخصوص العمل، احنا نتكلم عن العمل والمال وتركيزكم اكثر عن هذا الشيء صراحة، تمام. لكن خليني اقول لكم حاجة، جايتكم عروض كثيرة 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 بخصوص الزواج، ولكن ممكن انه بتتغلون عليهم وما تبون. اوكي، للكثير منكم هنا، واشوف هذه الطاقة، واذا ما هي هذه طاقتك يمكن انك تغير قراءة فنجان اخرى، لكن طاقتك هنا انك يعني حاط فوكس فقط على المال والوفرة. طيب موجود عندي عروض كثيرة، واحد طويل وجايك مطلق وجايك الغني وجايك المسؤول وجايك المدير، عندك اصحاب يعني عروض زواج من اصحاب مال ومكانة اجتماعية مرموقة جدا، يعني لهم مكانة في المجتمع، مدراء، رؤساء، طبعا رؤساء في العمل، يعني ما مو برؤساء دول. بس أشوفك يمكن أنك لا ما رح يعيقك هذه المرة أي رجل، لأنه كانت دائما العوائق، سواء كنت رجل الآن يعني كانت تعيقك امرأة، وإذا كنت امرأة فيعيقك رجل، يعني دائما يعيقك الجنس الآخر. فبالتالي قاعد أشوف أنه ما رح يعيق أي أحد أحلامك وهدفك، بتوصلي له ولو بعد حين إن شاء الله. شوفي حياتك كانت مرة فوق مرة تحت، مرة فوق مرة تحت، بس إن شاء الله هذه المرة جاي أنت قادمة على استقرار كبير جدا، تمام. عندك شخصية قوية جدا جدا، والله إيش بقول لكم، ترى والله العظيم أنا ماني قاعدة، صح أني أوكي أنتوا تستبشرون بالطاقات وفي نفس الوقت أنا أحمسكم، لكني أنا يمكن أنه أنتم وصلتم في فترة معينة فقدتم الثقة في نفسكم، فهي قراءة فنجان وفي نفس الوقت يعني عرفتم شلون يعني تستمدون القوة من كلامي، وأنا أعرف، وأنا أعرف لأني يا ما جوني بنات كثيرة ونساء كثيرات ونساء كبار سن كثيرات، سبحان الله يعني جوني أنا ولله الحمد، يعني سبحان الله
يحبون نفسهم، حياتهم، استقرارهم، يفكون تعلق، يسوون جلسات فك تعلق، الأمور طيبة، تمام؟ طيب شوفوا، رجع لكم شخص من الماضي. بالنسبة للناس اللي تدور على العلاقات العاطفية، جاء رجع لكم شخص من الماضي. احنا تكلمنا عن شخص، الأشخاص اللي بيتقدموا لكم في الزواج، رجع لكم شخص من الماضي هو ألمكم، زي ما قلت لكم في أول القراءة، ألمكم، ضحك عليكم، أو ربما عرض عليكم زواج واختفى، أو خيانة، تعرضتم إلى خيانة، أنتم مجروحي القلب بصراحة. يعني أنتم ما وصلتم للليفل هذا من القوة إلا بعد الانكسار، فالانكسار اللي عندكم الآن سوي لكم قوة رهيبة جدا، عندكم باور رهيب جدا، أوكي؟ يعني زي النار، زي البركان جاي وراجع، ويمكن انه قاعد يشوفك زي النجم، لانه في طاق، يعني خطوط النجوم في السماء، يعني انت بتوصل لحلمك وهدفك، وراح هيشوف عندك شهرة، والله العظيم صاحب هذا القراءة عندك شهرة، شهرة مخفية، شهرة مرئية، شهرة في العلن، شهرة في الميديا، شهرة في انت ايش تبغى، شهرتك جاية، بتسوي اسم لنفسك، بتسوي اسم لنفسك، وبيشوفك وبيشوف الضعف والكسرة اللي تركك فيها ما عادت موجودة. عيونك فيها قوة، حياتك فيها قوة، شخصيتك فيها قوة. فأنا قاعد أشوف الآن إنه هذا الرجل راجع لك ذليل جدا، ولكن ما راح توافقي طبعا على الرجوع، لأنه خلاص انتهى الموضوع. يعني أنت طلعتي، دوبك طلعتي وسويتي فك تعلقات. فهذا الرجل رح يعرض عليكي زواج، رح يحاول انه يغريكي ببعض الامور او المساعدات، ولكن لست في حاجة لها، اوكي؟ فقاعد اشوف باذن الواحد الاحد، كل ما زاد ركض هذا الشخص لك، كل ما زاد استشفائك وبرودك عليه اكثر، كل ما عرفتي قيمة نفسك اكثر، كل ما ترفعتي عن هذه النذالة اكثر فاكثر. يعني داخلة في طريق، والطريق هذه خيرة لك، طريق شهرة، طريق سفر، استعدي لكل ما هو جميل، سوى رجل أو إبرة. شوفي ماسكين خط طريق، والطريق بدون مشاكل صح، لكن لا يبغى لكم تحصين من العين، من الحسد، لأنه شوي بيركزون عليكم الناس وعلى تغييراتكم المفاجئة. بتساعدك امرأة ورجل، بيساعدونك في حياتك العملية، بيساعدونك ويطلعون لك من الأزمة اللي انت فيها، وراكي مرشد روحي. يمكن أنا كقارئة تارو ومعالجة أو استشارية، الله أعلم، في عندك وراكي شخص قاعد يساعدك ويدعمك، ويمكن أنا بعد من خلال القراءة هذه العامة إني دعمتك وحطيت في قلبك نوع من الطاقة الحلوة، اللي لما تناظرين بعد قراءة هذه الفنجان وتنتهين القراءة، تروحي للمراية وتقولي أنا حلوة، أنا جميلة، أنا مشهورة، أنا غنية، أنا ما رح أرجع لهذا الشخص اللي ذلني أو كسرني أو هانني، لأنه جاي بيقعد مرارا وتكرارا زي إيش بقولك، زي الكلب، ولكن ما رح توافقي أبدا على الرجوع رغم المغريات اللي بيقدمها لك. أوكي طيب، بخصوص المال، طبعا احنا تكلمنا عن بالنسبة للمنفصلين ما رح يكون عندكم مراجعة، خلاص انتهى الموضوع. بالنسبة للناس اللي تدور على مال او تنتظر مال، جايك مال حاول انك تتحكم فيه. على العموم اصحاب هذه القراءة بتصادقون على اوراق كثيرة، والاوراق هذه لصالحكم في ظرف الثلاثة شهور هذه ان شاء الله، المصادقة على بعض الموافقات في العمل الجديد او في الشهرة أو في قرض أو أموال. المهم أنك بتصادق على ستة أوراق هذه راح يكونون لصالحك 100%، تمام؟ بتمضي على كثير من العقود، ستة أوراق شايفتهم في ظرف الثلاثة شهور إن شاء الله راح يكونون لصالحك ولصالح أمورك العملية والمستقبلية إن شاء الله. طيب بيجونك عروض، عرضين عمل، ولكن على فكرة يمكن انك تقدر تشتغل اثنين في نفس الوقت، يمكن شغل ميديا
او اونلاين، وثاني يمكن انه بيكون شغل اوفيس يعني مكتب او حاجه زي كذا. تمام، يمكن انك تقدر تشتغل شغلتين. العرضين هذول بيكونوا ناجحين وفي صفك ان شاء الله. جدا القراءه، استمتعت جدا بهذه القراءه قسم بالله. عندك احد، يمكن امراه كبيره او رجل كبير قاعد تفكر فيه، وقاعد تفكر في شفائه او تفكرين في شفائها. الشفاء جاي ان شاء الله في ظرف الشهر، بتستشفى حتى لو كانت تحت العملية، حتى كانت على فراش الموت، ربي رح ينفخ في صورتها وبتطلع من هذا المرض اللي هي فيه. سبحان الله، الله الشافي المعافي. عندك مراقبات كثيرة، عندك بوم بوم كثير حوالينك يقطعون في لحمك، لكن انت منصورة ومجبورة وربي ناصرك لانك محمية. يعني انت محصنة الان، يمكن انك محصنة. ما الكثير منكم اكيد انكم سويتم هنا عندي تحصينات دائمة، يعني انتم محصنين لانكم اوريدي محصنين. جايك شخص، جايتك هدية قريبة، عندك هدية قريبة حبيبتي، عندك هدية قريبة جدا جدا، ويمكن انها تكون من نفس ذاك الشخص اللي قلت لك انه بيرجع ويركض وراكي، وطبعا ما رح يغريكي شيء، بالعكس راح تطنشي اصلا يعني. اوكي، خلينا نشوف. بتسافرين 2 دول، دولة ساخنة ودولة باردة. دولة ساخنة ودولة باردة، دولة فيها جبال وباردة، ودولة فيها صحاري وساخنة. بتسافرين قريب جدا على فكرة، وتقدر انها تكون سفرة متتالية، يعني بينهم شهر واحد فقط، يعني بينهم ما بين السفرة الاولى والثانية شهر واحد فقط. تمام، بتكتشفين انه عندك صديقة مقربة لك، ما هي صادقة. يا ريت شوي انك تخففي كلام معاها. تمام، وانت حرة. أشوفك يمكن أنك مقدمة على بعض الأشياء التجميلية في مظهرك الخارجي والشكلي، يا يمكن تسوون نحت، يمكن تسوون والله ما أعرف فيلر، بوتوكس، إيش اسمه، سكين بوستير، ولا والله ما أدري. كل مرة تجيني واحدة، أمي تكفين شوفي لي، أنا قادمة على عملية تجميلية، أنا قادمة على مدري مدري. لا، إن شاء الله أموركم طيبة بالنسبة للناس اللي قادمين على أمور تجميلية أو تحسينية للوجه أو للجسم، أموركم حلوة جدا، بتطلعي حلوة على فكرة. فإذا أنت قادمة على هذا، حجز الموعد، اقدمي عليه بشكل سريع، والله يكتب لك الخير إن شاء الله. تمام، عندك طبيب وطبيبة، 2 يسوون لك شيء تجميلي في وجهك أو في جسمك. شكلك حلو وجميلة، واعطي لنفسك الثقة الكاملة إنه ما في أحسن منك في العالم. الثقة اللي أنت بتحطينها في نفسك بتخلي ما في يقدر احد يكسرك، ولا يكسر خشمك، ولا يكسر كرامتك، ولا يهينك، ولا يسبك، ولا يقلل من قيمتك. بتحطي للكثير من الناس اللي استنقصوكي ريد لاينز، بتحطي لهم خطوط حمراء، بتحطي لهم حدود، وتعرفي حدود نفسك، وتعرفي قيمة نفسك. تمام، صاحبة هذه القراءة مقدمة على شراء سيارة جديدة، سيارة أحلامك، يمكن الله أعلم سيارة الأحلام بيجيكي. يمكن زي ما قلت لك الفلوس اللي جايتك حطيها في سيارة، أو إنه في 2 نساء بيساعدونك والله أعلم، ولكن على العموم سيارة أحلامك جاية بتاخذينها، ولو بعد حين بتاخذينها من هنا لفبراير. أشوفك ماخذة سيارة حلوة بيضاء اللون وكبيرة الحجم، والله أعلم. تمام، الله يكتب لك الخير ان شاء الله. في عندك احد تكلم عليكي، جرح مشاعرك، سبك، هذه امرأة غلطت في حقك، تراقبك في صمت الرهيب، وخليها تراقب وتاكل خرى، وخليها تشوف نجاحاتك، لانه هي ولا تسوى شيء قدام هيبتك وشموخك وحياتك. فهذه كانت قراءة رقم 1. الله يحفظكم يا بنات، وفعلا استمتعت جدا، امتعتوني بهذه القراءة الحلوة قسما بالله، اني اول مرة اشوف قراءة بهذه الطاقة الرهيبة.
فيا رب يكتب لي هذه القراءة لأصحاب هذه القراءة الخير والبركة والسلام. والله يكتب لكم الخير والبركة، اكتبوا لي استقبلت هذه الطاقة، أنا فلانة بنت فلانة استقبلت هذه الطاقة بتاريخ كذا كذا كذا، الله يكتب لك الخير. تحقق القراءة في مدة من هنا، طاقة مفتوحة بصراحة، ما فيها وقت، أنا أعطيتكم أوقات في الفنجان فقط. أوكي، شكرا لكم، ولا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان دائما وأبدا يوصلكم كل جديد. وخلينا ناخذ القراءة رقم 2، قراءة الحجر الرخامي. قراءة الحجر الرخامي، بسم الله الفاتح، بسم الله الفاتح، بسم الله الفاتح. حلو حلو حلو، شوفي في فرق صح؟ في فرق، في فرق. طيب خليني أخذ بس شوي وقت عشان أقرأ الخطوط. صاحبة هذه القراءة حنونة جدا جدا جدا، حنونة جدا وكريمة جدا ومعطاءة جدا، بارة بوالدينها، إنسانة محترمة وإنسانة تمشي سيدة كذا، ما عندها لف ودوران. ويمكن عدم لفك ودورانك مع الناس يخلي الناس إيش؟ يخلي الناس ما تحبك، لك عدوات ولك حية تابع أخبارك لحظة بلحظة، ولك حية ما تبغى لك الخير وتحاول دائما أنها تشوفك تعيسة ومو مبسوطة. وللكثير منكم هنا يمكن أنكم قد اتطلقتم أو انفسخت خطوبتكم، أو أنه حياتكم وفرحتكم العاطفية والزواج لا يكتمل، تمام؟ فبسبب سحر معقود، سحر وقف الحال، والسحر المعقود هذا مسبب لك أذى، والأذى مسبب لك تعطيل في حياتك. فللكثير منكم إذا مو اوريدي مقدمين على الشفاء، يمكنكم بالنسبة لأصحاب هذه المجموعة الثانية، لأن الأولى الحمد لله ما عندكم شيء، الثانية عندكم السحر المعقود أو وقف الحال الموجود، هذا يبي له حصص عشان ينفك عن بعد ويتم تحصينك وتسهيل أمورك إن شاء الله. طيب أصحاب هذه القراءة، قلت لكم حياتكم متعطلة بفعل فاعل، وليس يعني مو بشيء رباني من الله سبحانه وتعالى، نقول إحنا الله مبتلاك عشان يختبر صبرك، لا، هنا أنت مبتلية ولكن عن طريق امرأة ساحرة، لا تخاف الله، يمكن أنها من طرف عائلتك تعرفينها، كانت صديقتك تأكل من عندك وتشرب، الله أعلم، ولكن عندك وقف الحال على جميع الأمور، على حياتك العاطفية والعملية والمادية وكل حاجة، تمام؟ عندكم إن شاء الله فك لهذه العقد وشفاء ولو بعد حين، الشفاء موجود وقريب جدا. ويمكن الصراحة يمكن أنكم تحتاجون أقل شيء، يعني صراحة يمكن تحتاجون حتى 3 حصص مينيموم استشفائية عشان تنفك هذه التعطيلات والعقد. بيجونك عروض، أوكي بيجونك عروض، بس ما يكملون معاكي، بيخطفون، بيتحججون، بيطلعون من حياتك، وهذا الشيء أذيكي، وهذا الشيء يقول أنا فيني شيء صح يا أم مسك، أنا فيني شيء، أنا حياتي مو طبيعية، أنا كذا، أنا لا يا عمري لا تخافي، الأمور طيبة إن شاء الله، الأمور بخير وطيبة، طالعة طالعة من الحزن. سنة 2021 22 و23 أبدا ما كانوا كويسين عليك، حياتك كانت فيها تعب شديد وقلق ومشاكل، حتى في عدم انتظام الدورة الشهرية أو مشاكل في الرحم، منطقة الحوض وتحت، وعندكم منطقة الرقبة وفوق، هذه دائما متأذين منها، أوكي، لأنه هذا سحر التعطيل الموجود أو الشيء المعطل عندكم كوقف الحال. مو بالحالك، مو بالحالك، في عندك 2 معاكي، في عندك 2 خوات معاكي، أو أنتم متأذين already في الأهل، عرفتي شلون؟ أشوفك إن شاء الله قادمة على أشياء خيرة في حياتك. ولكن قبل ما نتكلم عن موضوع التطورات اللي بتحصل، ما تقدري تتطوري غير لما تعالجي، ما تقدري صراحة، يعني ما إحنا ما بنكذب عليكي، أنا إذا في حاجة في، ما في ما في، لا ما ولا أعور راسنا. فهنا أنت متعطلة already، فمن خلال فك هذا الشيء أمورك كلها. شوفي في حالة أنه افتكت هذه العقد، ما أدري لو تشوفين هذه العقد الموجودة،
ما أعرف كيف أدور الكاميرا بصراحة. هنا شفتيهم العقد اللي هنا هذولا؟ لو فكيتيهم أو لو انفكوا، 3 عقد موجودة على 3 بنات في العائلة. شوفي، 1 2 3، 3 عقد موجودة على 3 بنات، ويمكن معاكم رجل أو ولد أو أخوكم والله أعلم. شوفي يا عمري، قادمة على استشفاء قريب قريب، وبتعرفونها وبتكشفونها، اوريدي انتم بتعرفونها. نفكنا من جو السحر هذا والتعطيل الموجود والخراب، وتحسبي فيها رب العالمين. والله العظيم انه نصرتك جاية، والله العظيم انه ربي بينصرك. بتسمعين عليها بلا، اقسم بالله، وتشوفين، ويعني اللهم لا شماتة، ولكن تستحق انه يصير معاها هذا الشيء. اوكي، في عندي اسم محمد او اسم احمد او الحمد، او يمكن انت انسانة تحمدين الله على كل الاشياء اللي صايرة معاكي، تمام؟ اليسر، حياتك بتتيسر ان شاء الله، بتفتحين بيت سعيد، بتفتحين بيت. اذا انت تفكرين في الاستقرار، لانه اغلبكم هنا تفكرون في الاستقرار والزواج، اذا تفكرون في الاستقرار ان شاء الله فراح تستقرون، راح تتيسر اموركم، راح تزهرون من بعد الذبول، تمام؟ الحزن، الحزن اللي انتم فيه هذا بيروح، ما راح يعني الحزن هذا ما راح يطول، تمام؟ عندكم سفرة خفيفة ظريفة، والسفرة هذه راح تغير لكم مودكم شوي، وتطلعكم من الضيقة النفسية اللي انتم فيها. جايتكم فلوس، والفلوس هذه جدا جيدة، راح تجيكم في الوقت المناسب. الفلوس هذه راح تجيكم في الوقت المناسب ان شاء الله، تمام؟ الفلوس هذه جايتكم في ظرف 20 يوم او الشهرين او الاسبوعين او اليومين من تاريخ سماعك لهذه القراءة. تفكري في سفرة انت وامرأة اخرى، وان شاء الله يمكن حتى تكون سفرة بيزنس او سفرة شراء بعض الاشياء واعادة بيعها، اي تجارة، فبالتالي راح تفتحي مشروع بدايته بسيطة ونهايته جميلة جدا. عندك سداد الدين، عندك سداد الدين، يعني إذا أنت الآن معالقة في مأزق الدين والمادة، فإن شاء الله يعني إيش بقول لك، خلاص يعني بتسدد ديونك إن شاء الله. في حرمة راح تساعدك في هذا الشيء. شوفي، في امرأة وراكي 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 دايما تدعي لك بكل الخير وبالتيسير وبالسعادة، وهذه الحرمة فعلا تحبك، يا اما تكون والدتك يا اما تكون اختك الله اعلم، ولكن تحبك وتحبي لك الخير وتحبي لك انه حياتك تتيسر، والتسير جايك والله العظيم، والتسير جايك. ادري انه اصحاب هذه القراءة شوي ظروفهم المادية مو تمام، ولكن انا بحاول اسوي لكم بعض التخفيضات بالنسبة للناس اللي بتجيني طبعا من هذا الفيديو، من هذه القراءة فقط. المجموعة الأولى ما عليكم تخفيض، أوريدي ما عندكم ولا شيء معطل، فقط عين وحسد. المجموعة الثانية عندكم التعطيل ووقف الحال، ومعطلين في أمور المادة، فبالتالي أنا في هذه الحالة بأخذ مبالغ بسيطة على حسب تكلفة البخورات والعلاجات فقط، يعني ما أخذ شيء مكلف، أوكي؟ في عندكم جمعة في العائلة، عندكم فرحة في العائلة، في يعني فترة طويلة ما دخلت فرحة لبيتكم. في عندي عمر، عمار، عامر، أو يمكن بيتكم راح يكون عامر بالخير والبركة. في فرحة في بيتكم، راح تدخل فرحة لبيتكم إن شاء الله. في عندكم نذر، أنا أنصحكم إنه تجيبون خروف وتذبحونه وتصدقونه لوجه الله الكريم. في عندكم نذر، وتقولون النذر لو يصير معاي ذا الشيء بسويه. يا حبيبتي سويه قبل ما يتسوى، روحي سوي النذر اللي انت نذرتيه لله سبحانه وتعالى، لعل ربي يفرجه عليك، لعل الامور بتتسوى، لعل، فهمتي؟ يعني في ناس كثيره ممكن تقول انا والله لو صار معاي ذا الشيء اروح مثلا
اتصدق، اتصدقي اتصدقي والخير جايك. اوكي، عندكم فرحة في العائلة، فرحة شفاء شخص، فرحة عودة مهاجر إلى أرض وطنه، فرحة تسييرات. سبحان الله، ربي رح يفرج على هذه العائلة، لأنه أنتم عائلة تعبتم كثير يمكن من جو الأسعار، وكان بيتكم جدا ثقيل صراحة. شوفوا، بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل في عتبة بيتهم أو بيتهم شوي من يدخلون شوي للبيت يحسون بالكآبة والثقل، ما أعرف، في ناس تبغى بخورات متوفرة لكامل يعني دول العالم، في أوروبا والخليج العربي والمغرب العربي متوفرة البخورات لمن يريد أنه يبخر بيته. عندنا بخور خاص، لأن البخورات هذولا جايين من منطقة معروفة، تعامل مع يعني مع ناس معروفة. فاللي يبغى ياخذ بخورات، هم أربع يتسوون في يعني ايش بقول لكم. شوفوا زوايا بيتكم، تمام، اذا كان انتم تعانون من مشكله في البيت، فتاخذون اعطيكم انا الاربع بخورات، هم زي الطلسم كذا صغير بالقران الكريم، انا طبعا ما بسوي شيء حرام، فتحطونه في زوايا بيتكم مثلا زي كذا، او عندكم غرفه انتم تحسون بالثقل في الغرفه، اعطيكم تحطونه في زوايا بيتكم، وباذن الواحد الاحد الطاقة الموجودة أو السحر الموجود أو الشيء المنكب بيروح. تمام، هم أربع فهمتم ولا لا؟ أربع قطع من البخورات، تمام، وتنكتب باسمك واسم والدتك، هو عمل كامل. فاللي يبغى، هلا ومسهلا فيكم إن شاء الله. الله أعلم. في عندكم سماح، بتسامحون شخص غلط في حقكم، اشوف انكم تسامحونه، انتم لطيفين من اول ما فتحت القراءه شفتكم لطيفين، بتسامحون شخص غلط في حقكم او اذاكم، ويمكن انه تغفرون له يعني خلاص. اشوف في عندكم مسامحه، يعني في ناس ظلمتكم وبتسامحون، تقولون خلاص يعني انا مسامح، المسامح كريم، الله بيسامح عباده، فكيف انا ما بسامح؟ انسانه مؤمنه جدا، انت متصدقه جدا، ولكن متضرره، تتصدقي صح، ولكن سبحان الله فيك عندك الضرر. القادم في طريقك ان شاء الله، بدايه الشفاء، عندكم فرحه في العائله، اشوف انه عندك لازم عندك هذه السفره تسويها، بتدخلين في تجاره بسيطه ولكنها بتكون مربحه، ثم تتطورين الى تجاره ما اعمق. اشوف عندك الحمد وطاقه الحمد والايمان، انك انسانه مؤمنه بقضاء الله وقدره. اشوف انك انت الان انسانه ان شاء الله بتسترجعين قواكي، وتاخذي بعض الوقت في الشفاء، ثم اشوفك انسانه اخرى. اشوف باذن الواحد، انا بسوي لك يعني ملخص للقراءه، اوكي، لانه ما قاعد اشوف شيء الا لما تتشافي للامانه. خليني اشوف ايش ممكن. طبعا هنا من سورة الأعراف آية 116 لين آية 118، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون. تمام، صدق الله مولانا العظيم. تقرون لي هذه الآية 21 مرة يوميا لمدة 7 أيام فقط. هذا بالنسبة للناس اللي ما عندها القدرة على العلاج. طيب خلينا نكمل. 2024 راح يكون مبروك عليكي، راح يكون مبارك عليكي، فيه الخير وفيه السعادة. بتشترين شيء بسيط، ما أعرف، ذهب، سوارة ذهب، سيارة بسيطة، عندك حاجة بتشترينها حلوة وتناسبك وتساعدك، تمام؟ عندك فلوس قاعدة تجمعي فيها، صح؟ والفلوس هذه راح تروح لشيء صحيح، يعني راح تحطي فلوسك في مكان صحيح هذه المرة،
قاعدة تجمع فلوس يعني كبيرة، يعني إيش بقول لك، جمع فلوس على المدى الطويل عشان موضوع ما، فهمتي؟ يمكن إنها السفرة، والسفرة هذه فتح تجارة، الله أعلم، بتفتح لك تجارة، بتفتح لك بزنس بسيط، الله يكتب لك الخير إن شاء الله والسعادة. شوفي، من بعد النزول عندك صعود، عندك نجاح، عندك تألق، ما بقول لك إنه كبير ولكن حلو بيناسبك. 2024 جميل جدا عليك، تستحقين الخير والسعادة والوفرة، تمام؟ عندك عرض زواج من شخص يمكن انه من محيطك، يعني محيط بلدك، من محيط بلدك، ما بندخل في القراءات بشكل تفصيلية، ولكن شخص بيتقدم لك بعرض زواج، انسان جاد جدا، وانسان سبق له الارتباط بدون اطفال، تمام؟ طويل القامة، سمرته خفيفة، جميل جدا، وما راح تعطينا عمر، راح يكون أكبر منك شوي، يعني يكون تقريبا أكبر منك ب 11 سنة ماكسيموم، ولكن ما راح تعطينا عمره، لأنه مهتم بنفسه وبحياته وبأسلوب حياته. فأشوف أنكم قادمين على خطبة، والله العظيم، يعني من هنا للربيع، لفصل الربيع، من هنا لشهر مارس 3، أشوف أنه عندكم سبحان الله، عندكم فتح قسمة، ظاهر انكم بتسوون فتح قسمة نصيب وزواج، فسبحان الله اموركم بتتيسر، حياتكم حلوة، جايكم الشخص هذا على فكرة ميسور الحال جدا، وظروفه المادية جميلة جدا، فراح توافقين عليه، تمام؟ عندك اوراق، اثنين اوراق ان شاء الله بتتضبط وبتتم الموافقة عليهم، ما اعرف وش هي الاوراق، ولكن الموافقة موجودة والتسيير موجود، والسعادة ان شاء الله جايتكم يا اصحاب هذه المجموعة، تمام؟ خلصنا القراءة رقم 2، بصراحة القراءة رقم 2 فيها شوية تعب، يعني هذه طاقتكم مو بطاقتي، فهمتم؟ ولكن الله يكتب لكم الخير والسعادة، شكرا لكم، والله يسعدكم يا رب العالمين، ولا تنسوا تشتركون في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان دائما وابدا يوصلكم كل جديد، يا هلا ومسهلا بالجميع، والى اللقاء.